بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة من الصوت للبرمجة. اليوم في هذا الفيديو سنرى كيفية العمل على نسخة دلفي كوميونتي، يعني النسخة الفري ستارتر المجانية التي توفرها شركة أمبركادرو. أولا سنتحدث قليلا عن نسخ الدلفي. الدلفي باعتباره ايديو لعمل برامج لسطح المكتب وتطبيقات خاصة بجميع البلاتفورمز iOS وكذلك الاندرويد وكذلك الويندوز، يعني ان الدلفي اصبح ملتي بلاتفورم، وكذلك اصبح يدعم النسخ 32 و يعني النواتين 32 والنواة 64، يعني 64 بت و 32 بت. إذا نلقي نظرة في موقع شركة أمبركادرو عن الأسعار التي توفرها الشركة الخاصة بالدلفي. إذا Product Edition، لاحظوا هنا نحن في موقع أمبركادرو في ستور الخاص به. إذا البروفيشنال، النسخة البروفيشنال هي 1599 دولار في العام، في السنة، لاحظوا First Year، يعني في السنة الأولى 1599 دولار. ثم في التجديد تضيف 399 دولار، هذه النسخة بروفيشن. ثم لدينا النسخة انتربرايز، نسخة انتربرايز 3999 دولار، يعني 4000 دولار في العام الأول، ثم التجديد ب 1000 دولار تقريبا، هي 999 دولار. ثم لدينا النسخة أرشيتكت وهي 6000 دولار، يعني 5999 دولار. إذا بالنسبة لهذه الأسعار، وبالنسبة عفوا هنا في العام الأول، ثم لدينا التجديد ب 1399 دولار، معناتها 1400 دولار. إذا هذا عن الأسعار التي توفرها شركة أمبركادرو بالنسبة لنسخ الدلفي بروفيشنال والأنتربرايز والأرشيتكت. يعني ترون أن الأسعار أولا باهظ الثمن بالنسبة للجزائريين، إضافة إلى أنه النسخة ليست كاملة، يعني لما تقوم بشراء هذه النسخة وتبقى كل سنة تضيف المبلغ هذا، هناك مشكل كبير بالنسبة لهذه النسخ، بالنسبة للأثمان الباهظة التي توفرها الشركة أولا. ثانيا الكراك الخاص بهذا أو الخاص بالدلفي، تظنون بأن الكراك هو من صادر عن غير شركة أمبركادرو، أنا لا أعتقد ذلك، فالكراك صادر عن شركة الأمبركادرو، ولكن هناك تحذير يعني باستعمال هذه النسخ في يعني في إنتاج وإنشاء برامج كوميرسيال، يعني تجارية كبيرة، يعني إنشاء برنامج يعني كبير يمكنكم تسويقه. هنا الشركة إن اكتشفت الأمر فسيحال صاحب المشروع أو صاحب البرنامج على القضاء، وتكون هناك مشاكل في المحاكم مع الشركة. إذن اليوم في هذا الفيديو سنرى كيفية تحميل وتنصيب النسخة الكوميونتي الخاصة بالدلفي. هنا دلفي كوميونتي من الشركة أمبركادرو،
IDE Delphi gratuit et complet pour la création d'applications natives multiplateformes. Et dans Community Edition gratuit, gratuitement, يعني مجانية. نضغط هنا. الرابط ستجدونه في الديسكريبشن. نضغط هنا. إذا ندخل على الانسكريبشن يعني التسجيل في صفحة التسجيل. إذا في صفحة التسجيل نكتب البيانات الخاصة بنا هنا. البيانات الخاصة بنا هنا ونركز على الإيميل. الإيميل يجب أن يكون لديك إيميل يعني محدد وإيميل أكتيف يعني منشط لتتواصل بالرقم الذي سيعطونه لك رقم تسلسلي للدلفي. إذا نكتب الاسم واللقب والعنوان كذلك والمؤسسة إن وجدت هنا والإيميل الخاص بنا. إذا سنضع إيميل خاص بنا ثم نضع كلمة مرور وهنا نوافق على هذه أو العقد الخاص باللايسنس contrat de licence de l'utilisateur final de Community Edition ثم هذه الكابتشا نضغط عليها هكذا ونقوم بعملية تحميل. إذا يعطينا لاحظوا راد ستوديو لتحميل هنا داونلود بروجرام راد ستوديو النسخة الكوميونيتي هي الآن في النسخة لاحظوا دلفي كوميونيتي إديشن هي 10.4.2 سيدني. كذلك هناك verify vos emails un email important contenant la clé de votre licence vous a été envoyé. هنا تمت عملية إرسال المفتاح الخاص بنا. إذا نقوم بفتح لهذا الملف. إذا هنا I agree. I already have product serial number. Install. نذهب الآن إلى الإيميل. إذا لاحظوا في الإيميل. Thank you for downloading Delphi for Sydney. إذا تخرج لنا هذه النافذة. إذا نذهب إلى هنا. ولاحظوا هنا. تم إرسال هذا المفتاح. إذا نقوم بعملية كوبي للمفتاح ونأتي إلى هنا في هذه النافذة ونقوم بعملية بيست لهذا المفتاح. إذا لا يطلب منا الإيميل والباسورد لأن الأمر تم على الإيميل الخاص بنا. ثم نقول له ريجستر. إذن وتبدأ عملية التنصيب. مهم هنا ترك الإنترنت متصلة بالحاسب لأن النسخة ستعتمد على الإنترنت في عملية التنصيب. إذا هنا لاحظوا تبدأ عملية تنصيب الخاصة بالدلفي. إذا لاحظوا يعطينا دلفي ويندوز كوميونيتي ودلفي أندرويد كوميونيتي ودلفي أي أو إس كوميونيتي هذا لا نحتاجه. إذا لا يعطينا سي بلس بلس للتنصيب فقط يعطينا
الدلفي فقط ويندوز كوميونيتي والدلفي اندرويد كوميونيتي. اذا نضغط على كونتينيو. هنا اديشنال لانجويج، نضغط على فرنش ثم نضغط على كل هذه. الانثربرايز لدي منصب من قبل فلا داعي. اذا Open JDK كذلك و Android SDK ونضغط على عملية Install. إذن يبدأ البرنامج في عملية التنصيب. إذن هنا لدينا Android SDK و Android NDK و Adopt Open JDK 8. نقول له Agree All ونتركه يقوم بعملية التحميل. لاحظوا كيف يبدأ في التحميل من الانترنت، لذلك قلت لكم يجب أن تتركوا الانترنت متصلة بالحاسوب. ولاحظوا الآن تبدأ عملية تنصيب الـ SDK Platform 29.0.6. إذن عملية التنصيب توشك على الانتهاء. لاحظوا هنا وانتهت عملية التنصيب كما تلاحظون. نأتي إلى هنا ونقول له Start Working. إذا لاحظوا Registered 367 يوم Remaining on License. Usage subject to community edition license restriction. إذا ولدينا واجهة البداية get started. إذا ولاحظوا نأتي إلى هنا نقوم بوضع الباليت الخاصة بالتولز و نبدأ العمل على الدلفي عادي جدا. إذن كل المكونات تقريبا موجودة. لاحظوا كل المكونات تقريبا موجودة، مكونات الفاير داك موجودة كذلك، الانتر بيز كذلك، كل المكونات موجودة. إذا ننفذ ولاحظوا التطبيق يشتغل والدلفي يشتغل بكفاءة. إذا رأينا في هذا الفيديو كيفية تحميل وتنصيب دلفي Community Edition 10.4.2 سيدني. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.